اعترضت منظومة الدفاع الجوية التابعة للتحالف العربي لدعم الشرعية في المخا بمحافظة تعز اليمنية صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي من منطقة رأس كثيب في محافظة الحديدة. وأوضحت مصادر يمنية أنه تم تدمير الصاروخ قبل وصوله إلى الهدف، وأشارت إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارة جوية موقعا تحت سيطرة الميليشيات الحوثية في مدينة الحديدة.